الدكتور مجدي عمال يديني يعني روشتة مهمة جدا في التأهيل الطبي، خاصة مع فترات الإعداد الخاصة باللاعبين، وكان بيتكلم دلوقتي عن فترات الإعداد وخصوصا الجانب البدني. دكتور أحمد عبد اللطيف واحد من أفضل اللي بيشتغل في هذه الناحية، وكان بيتكلم عن الفترة الزمنية اللي أنا شغالها عشان ما يحصلش في إصابات في للاعبين. احكي لي إزاي أعمل مخطط صح للإعداد البدني مع فترات الإعداد وبداية فترات الإعداد. هو الحقيقة طبعا استمعت للجزء اللي اتكلم فيه دكتور مجدي، وطبعا دكتور مجدي يعني في هذا الشأن حاجة قيمة كبيرة جدا، واتفق معاه اتفاق كبير. لكن هو يعني باختصار شديد، احنا عندنا طبعا اتجاه فيما يخص التخطيط للحمل. الأهم في هذا الأمر هو عدم الاستعجال والتأسيس الجيد، وإن كل مرحلة من مراحل الإعداد تاخد حقها في الشغل. ده جميل. بدون استعجال. يعني الشاهد أو الملاحظ في المجال ومن خلال تعامل المدربين مع فرقهم وخصوصا في مراحل الناشئين المختلفة، فضلا طبعا عن الفرق الدرجة الأولى، إنه هما بيستعجلوا المراحل بدون ما كل مرحلة تستوفي شروطها وتستوفي مرحلة التكيف البدني ليها. زي ما قال الدكتور مجدي دلوقتي اللي هو يستعجل ويعمل تقسيمها ويشتغل فيها كل حاجة. اتفاق كبير جدا، هو الكلام ذو قيمة عالية جدا. الوصول لمرحلة التكيف هي دي اللي يخليني أو تديني مؤشر إن أنا أنتقل لمرحلة أخرى. اللي بيحصل إن المدرب بيستعجل الأمور. أو ما بيبقاش عنده خبرة أو دراية، سواء على مستوى خبراته أو على مستوى التقنية العلمية، إنه يقدر يعرف إن اللاعب اللي معاه هل وصل لمرحلة الكونديشن أو الأدابتيشن ولا لسه. استعجال الأمور حتما هيدخلنا في مرحلة إصابات، وهيدخلنا في مرحلة بمعنى البدني لخبطة في الحمل البدني، وبالتالي طبعا هيبقى في قصور في عملية التكيف، و هيبقى سببها التبادل السيء ما بين فترات التحميل وفترات الاستشفاء. فطبعا دي احد اسباب الهامة لحدوث الاصابات الرياضية. طبعا حدوث الاصابات لها اسباب عديدة، لكن حضرتك طبعا تفضلت وسألت فيما يخص تخطيط الاحمال. طيب اللاعب محتاج فترة زمنية قد ايه عشان بعد ما يكون راجع في فترة إعداد جديدة بعد نهاية موسم وبداية موسم جديد، الفترة الزمنية للوصول إلى أفضل فورمة بدنية له؟ بص يا دكتور، هو طبعا المفترض إنه علميا من 8 أسابيع ل 12 أسبوع فترة مناسبة لأن أنا أوصل باللاعب لفورمة جيدة. طبعا لكن دي بيتوقف عليها أمور كتيرة جدا. اللاعب فنش الموسم إمتى؟ خد راحة سلبية قد إيه؟ هل هو بدأ براحة انتقالية أو بفترة انتقالية، أو هو بعد نهاية الموسم يعني خضع لأنشطة ترفيهية وأنشطة متوسطة، ولا خد راحة سلبية بشكل مفاجئ؟ كل الأمور دي احنا بنحسبها. حالة اللاعب بعد رجوعه الفترة الزمنية للراحة، لكن هفترض إن هو يعني خد راحة سلبية مناسبة مش طويلة أو مش أطول من اللازم، إن هو جاي اعتقد من 8 اسابيع ل 12 اسبوع. طبعا ده ممكن يتوفر للمدرب وممكن ما يتوفرش. لو ما توفرش للمدرب، في اساليب كتيره جدا يقدر المدرب ان هو يخضع او يخضع اللاعب فيها عشان يتجنب الاثر السلبي اللي ممكن يحصل لو هو حاول ان هو يعلي كيرفاته وموجات الحمل، او يدخل اللاعب في مناطق التحميل عشان يوصل لفورمه بدري. يعني بنقول لو ما توفرش الوقت الكافي بحاجه اسمها تدريب المكثف، ليه شروطه وليه اهدافه، ودي بنستخدم في حالات استثنائيه جدا لما يكون الوقت غير كافي. لكن برضو كل حاله التدريب من اهم يعني شروط التدريب الفرديه. يعني حتى وان كنا بنمرن لعبه جماعيه وفريق كامل، لكن الفرديه المفترض انها بتحكم فكر المدرب لما بيجي يصمم او يخطط لبرنامج تدريب. كل لاعب وليه حاله.
ممكن يحصل تماثل يعمل تصنيف للفرقه العشر لعيبه دول متماثلين، لكن في الاول وفي الاخر لازم يفكر لكل لاعب على حده، لانه لو ما فكرش بهذا الاسلوب اكيد هيبقى فيه لخبطه، كل لعيب هياخد حمل مختلف عن الاخر، كل لعيب ليه حاله مختلفه خالص سواء في القدرات الفنيه ومستوى استيعابه ومعامل الكشف بتاعه راحته خبرته التدريبيه، في لعيب اتمرن 10 سنين، في لعيب اتمرن 6 7 سنين 5 سنين. فعشان كده لازم المدرب يكون واعي جدا لكل مبادئ التدريب قبل ما يخطط. الكلام ده طبعا محتاج ان هو يدرسه عملي ويبقى فيه تجارب خبراتيه، ولا بد من وجود مخطط احمال. ده بص زي ما قلنا بقى، معلش يا دكتور احمد ادي العيشه خبازين كل خبازه زي ما بنقول، لازم يبقى يعني في مخطط احمال موجود ويشتغل يعني باسلوب علمي، لان دلوقتي ما هو احنا زمان ما كانش فيه التخصص دوت، ظهر التخصص دوت وبقى مهم جدا، لان المدير الفني مش هيعمل كل حاجه. العمل داخل الجهاز الفني عمل شاق جدا ومتنوع. النهارده برضه ظهر يعني محلل الاداء ما كانش موجود الاول، مظبوط، واصبح محلل الاداء ليه دور مهم جدا في تقطيع الفيديوهات وتقييم المنافس من الناحيه الهجوميه والفرديه وتقييم اللعيبه، يعني واصبح دور مهم جدا. فمع تطور يعني مجال كره القدم والعلوم المرتبطه بكره القدم اصبح دلوقتي في اجهزه كيف الجهاز يعني في وظائف معاونه للمدير الفني في منتهى الاهميه. انا معاك خصوصا وخصوصا مخطط الاحمال، لانه على صدر يعني هو مسؤول لوحده، لان احنا بنشوف دلوقتي لو في اي قصور في الناحيه البدنيه على طول كله بيبص على مخطط الاحمال، ما حدش بيتكلم في المدير الفني يقول مين مخطط الاحمال. انا مع حضرتك تمام، بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز دكتور احمد عبد اللطيف، مخطط الاحمال واحد من افضل الناس اللي شغاله في هذا المجال في مصر كلها ومشهود بالكفاءه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد.